إلى مصنع أعلاف مطاحن الشرق بمدينة النعمة، حيث وصل رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز لإعطاء إشارة انطلاقة تشغيل هذه المشاة. وهنا أزاح رئيس الجمهورية الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع وقطع الشريط الرمزي إذانا بالانطلاقة الرسمية. وتجول رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز داخل مختلف أجنحة المصنع وتابع شروحا مفصلة حول طاقته الإنتاجية ونوعية المواد المستخدمة في الإنتاج والمراحل التي تمر عبرها هذه العملية. كما تعرف رئيس الجمهورية من القائمين على المصنع على مدى مساهمة المشاة الجديدة في توفير العلف بالمنطقة والتخفيف من الاعتماد على العلف المستورد الذي يتطلب الحصول عليه مجهودا كبيرا من لدى السلطات العمومية. وتصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمصنع حوالي 10 أطنان للساعة الواحدة.